في الناس المجتمع المسلم الناس يعبدون المال حتى يموتون، عباد المال فقط. حتى المتنبي ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. يقول لي طبيب في الرياض جاءه تاجر من التجار الكبار في السعودية، قال عنده حبوب طلعت فيه، قلت أبغى أعالجك أعطني شهر لا تسافر. قال ما استطيع. قال شهر؟ قال لا، لأن عندي صفقات في الصين وإيطاليا سافر لها. قال كم أنت عندك رصيد؟ قال عندي رصيد 3 مليارات غير العقار والفلل والمزارع وكل شيء. قال هذا تكفيك أنت وأبنائك 10 سنوات. قال أنا عندي مرض جمع المال لا تحدثني، أنا مريض الله يشافيني. فبعضهم ترى مريض الآن، ترى عمره 80 وباقي يطلب، وفي الشركات وساعي ونازل من طائرة إلى طائرة ومن فندق، مرة في دبي ومرة في هونغ كونغ ومرة كذا، مريض مسكين عمره 80 دنا من المقبرة. لأن بعضهم مفلس يعني، سواء في عالم التجارة ولا عالم الأدب ولا الفكر. يقول علمت واحد من المشايخ بهذا، قال ترى الدشرة من قديم الضياع. يقول الشافعي، قيل للشافعي ما هي العجائب التي واجهتك في حياتك؟ قال دخلت المدينة، هنا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شيخ كبير في الثمانية يصلي جالسا. قلت ليه تصلي جالس؟ قال من الصباح وأنا أدور على الجواري في المدينة وعلمهم الضرب بالدف في الأعراس، فإذا حضرت الصلاة ما أستطيع أصلي إلا جالس. يقول باللعبون الشاعر المشهور، صار إلى ناس في قرية من القرى ما يصلون، قال سبحان الله في الثمانين ما تصلون؟ عندهم سامر يعرضون، قالوا لا نحن إذا كبر الواحد منا جهل يعني ما يصلي، لأن نعرف أنه بعد 70 يعتقه الله من النار. قال رجالهم ما يسفه إلا إلى شاب مثل القرع يفسد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر الثمانين ما قدر شيوخه ولا خاف ربه. وهذا من لعبون كبير في الشافعي هذا الباب، مثل متنبي في العربية يعني.